بسم الله الرحمن الرحيم، نشارككم تسجيل الجلسة الثانية المتممة للجلسة الأولى عن كيفية إنجاز حلقة بحث. في هذه الجلسة تحدثنا عن الإطار النظري والخاتمة ومنهج البحث وتعريف مصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية والتوثيق والدراسات السابقة، وكذلك شاركنا في نهاية الجلسة روابط تتضمن دليل التوثيق السابع ودليل التوثيق السادس وحلقات بحث هي ليست بالضرورة صحيحة وليست مرجعا حتميا بالدقة، وإنما هي بمثابة مرجع مبدئي، وأي طالب أو مهتم راجع تسجيل الجلسة الأولى والجلسة الثانية يستطيع كشف الأخطاء وبالتالي الاستناد عليها كمرجع مبدئي لتحسين عمله. كذلك وفرنا لكم رابط يتضمن قالب، هذا القالب تستطيع من خلاله أن تعتمد عليه في تنسيق حلقة بحثك، فتستطيع أن تفتح القالب وتكتب وتجد أن التنسيق يأخذه الملف الذي تعمل به، وعندما تحفظ الملف تستطيع أن تحفظه في حاسبك بالتنسيق الذي موجود في القالب. القالب والروابط الأخرى إذا كنت تستمع في يوتيوب ستجدهم في الأسفل في صندوق الوصف، وإذا كنت تستمع في بودكاست ستجدهم في الصفحة مع وصف التسجيل. أما إذا كنت قد وصلك التسجيل من خلال رابط مقالة في المدونة فتجد ضمن هذه المقالة الروابط التي شاركناها والموارد. هذه الجلستين كنا قد قدمناها أنا زهراء خباز والآنسة ندى بكور مشكورة. أرجو أن لا تنسونا من الدعاء، وأرجو أن نكون قد أفدناكم ودمتم بخير، وأتمنى لكم الإفادة من تسجيل هذه الجلسة. بلش؟ طيب أنا أول شيء هلأ نحن على فكرة الإطار النظري حكينا عنه شوي لما إحنا عنه بالجلسة الأولى، عشان هيك ما رح نكتير نحكي عنه هلأ. بس تمام، هو الإطار النظري يعني بالحلقات البحث عموما بمشروع التخرج ما له كتير أمر هام جدا، يعني بهم أكثر الجزء العملي، لكن عندنا بحلقات البحث العادية لا، طبعا ضروري نهتم بالإطار النظري لأنه هو غالبا بيكون عم بيوضح لنا أسئلة البحث، الفقرات تبعه بده يجيب عنا الإطار النظري ونستخلص النتائج بالخاتمة. مهم الإطار النظري غالبا يقسم إلى يفضل إيه ندى في الأنسة مايا يا أنسة مايا، بس معلش تسكري المايك لو سمحتي ولا حابة تحكي؟ سكرت، يلا كملينا. إيه الإطار النظري يفضل إنه نقسمه لمحاور، يفضل، لكن ممكن إحنا ما نقسم لمحاور، ندرج فقرات وراء بعض. كيف يعني ممكن نقسم لمحاور؟ طيب مثلاً هلأ على فرض أنا كان بحثي مثلاً إنه المنصات التعليمية الرقمية كبيئة التعليم الإلكتروني وأعداد معلم استخدامها. هلأ هون مثلاً أنا بدي أضطر أحكي عن عدة محاور. طبعاً إحنا منقول كلمة محور، بيستخدموا بالتربية كلمة محور. هون أنا مضطرة أحكي عن عدة محاور. أولاً كوني أنا قلت كبيئة التعليم الإلكتروني فإجباري أنا بدي أذكر هون التعليم الإلكتروني. ففي عنا بداية مثلاً إنه ممكن يكون المحور الأول اللي هو التعليم الإلكتروني. طب بهذا المحور طبعاً ضمن هو هدول بيندرجوا ضمن المبحث اللي هو الإطار النظري. طبعاً نحن ممكن نقول مبحث ثاني إذا كان الدراسات السابقة أدرجناها مع الإطار المنهجي، ممكن نقول المبحث الثالث إذا أفردنا الدراسات السابقة بمبحث لوحده. فمثلاً بيجي عنا المبحث الثالث اللي هو الإطار النظري للبحث، ممكن نحن نقسمه لمحاور. هو ممكن نحكي نحن على التعليم الإلكتروني، شو بحكي مثلا انا عن التعليم الالكتروني، ممكن نشأة التعليم الالكتروني، اهميته، مبرراته، اهدافه، عناصره، ميزاته، عيوبه، نكتفي بهيك. ننتقل مثلا ممكن المحور الثاني اللي هو المنصات التعليميه الرقميه، هون كمان نحكي مثلا على الافراد عن مفهوم المنصات، مكوناتها، محتوياتها،
ميزاتها عيوبها. المحور الثالث كمان أنه ممكن يكون مثلاً أنواع المنصات التعليمية الرقمية، مثلاً أشهر المنصات ممكن إحنا مثلاً يعني نتوسع شوي أكثر، مثلاً نحكي عن منصة موديل، منصة تربوي السورية، نحكي عن فرق بين المنصات التعليمية مفتوحة المصدر والمغلقة المصدر. حكينا بس لقطة، نحن حكينا أنه بدها تكون هي مقابلة للأسئلة، شو حطيت أسئلة بيكون عم تطرح وبيطار النظري بيقابل طبعاً الأسئلة طبعاً طبعاً بعد عن حلقة البحث ما لها جانب عملي. ايه ما لها جانب عملي طبعاً، ممكن طبعاً آخر شيء نحن عم نحكي أساس النموذج اللي عم يطلب بالجامعة الافتراضية عم تجي بدون تماماً. ممكن نحط مثلاً بالمبحث الأخير اللي هو دور المنصات وإعداد المعلم استخدامها، كمان نحط مثلاً فقرات مثلاً دور المنصة بالعملية التعليمية، أهمية دور المعلم، إعداد المعلم، مهام المعلم، إعداد الطالب. المهم يكون تكون المحاور متكاملة، يعني تجيب عن حلقة البحث. ما بدنا كمان مثلاً ممكن نحن نحط فقرات ما لها علاقة بالإطار النظري، عفواً ما لها علاقة بأسئلة البحث، لا يعني أو ما لها علاقة بالأحلى بالعنوان. فنحن بيكون الإطار النظري متكامل، فنحن بين خيارين، إما نحن منحط الإطار النظري منحط كل الفقرات وراء بعض من عدم نقسم لمحاور، إذا بدنا نكون دقيقين أكثر منقسمه لمحاور. على فرض مثلاً نحن أخذنا تصنيف التعليمي مثلاً نموذج آدي، فإجباري بدي يكون في عندي أنا هون يعني شوي مهد، بدي أحكي عن التصميم التعليمي بشكل عام وخصص بعدين لنموذج آدي. طيب فإذا المهم بالإطار النظري أنه هو يجيب أو يكون ضمن مفردات العنوان الرئيسي لحلقة البحث، وبنفس الوقت هو بيكون عن يجيب عن التساؤلات اللي أنا طرحتها بمشكلة أسئلة البحث وأسئلته. تمام. هل تجي على الخاتمة؟ هي انتهينا من الإطار النظري، نجي على موضوع الخاتمة. الخاتمة هون ما هي عبارة عن كلمتين ثلاثة أنا مثل مثلا خاتمة في موضوع التعبير، لا، خاتمة تتضمن نتائج البحث اللي هي بدها تكون أجوبة لأسئلة البحث، تمام، ومقترحات البحث. وقت نكتب النتائج والأسئلة بعدها ممكن نحن ننهي البحث بخمس ست سطور، يعني نكتب هيك خلاصة بسيطة. فنتائج البحث، الأسئلة اللي أنا سألتها، طيب شو الإجابة عنها؟ الإجابة عنها هي بنتائج البحث. فأنا لشو توصلت؟ يعني أنا السؤال اللي طرحته بالإطار بأسئلة البحث شو كان جوابه؟ جوابه بدي أذكره بماذا؟ بنتائج البحث والمقترحات. كمان عنا في عنا مقترحات وتوصيات. هلأ في كتير مثلا بيقولوا أنه في فرق بين المقترحات والتوصيات، غالبا مثلا يستخدم كلمة التوصيات غالبا للمؤتمرات، يعني أنه تستخدم هذه الكلمة وقت نحن مثلا مقابل المؤتمرات غالبا هلأ المقترحات طبعا بتكون مثلا، هلأ هي غالبا التوصيات بتكون في ضوء النتائج اللي أخذناها. رح نشيل هلأ كلمة توصيات، يعني بما أنه مثلا هذا يعني مصطلح مختلف، يعني مختلف به، فرحنا رح نبعد عن الأشياء المختلفة. فينا نحط مثلا نحن مقترحات البحث، بما أنه نحن عملنا النتائج فمنجي هلأ على المقترحات. طيب شو يعني مقترحات البحث؟ مقترحات البحث مثلا على فرض انا عم بحكي عن التعليم الالكتروني وعن التعليم من بعد الى اخره، انا اخذته مثلا ك حلقه بحث. طيب هلا انا ممكن هون وصي بماذا؟ مثلا وصي انه مثلا انا انه نحن ننظم دورات بحيث تؤهل المعلم للتعامل مع التعلم من بعد، مثلا اقامه يعني توعيه الاهالي باهميه مثلا التعلم من بعد، تقليل مثلا المعوقات التي تحول دون تطبيق التعلم من بعد،
تهيئة البنى التحتية مثلا، إعداد كتيبات ونشرات إنه بتوضح أهمية التعلم من بعد. هاي كلياتها عبارة عن مقترحات أنا اقترحتها كرمال إيش، كرمال يعني يعني إنه بعد ما أنا خلصت البحث فوصلت لهي، صار عندي اطلاع ففيني أنا أحكي المقترحات اللي هي الخاتمة. فهيك هاي المقترحات. إيه طبعا هلا في اذا بدنا نحكي باطار المشروع، مشروع المقترحات تبعه بتكون يعني اكثر خصوصيه، كيف مثلا انه مبنيه على نتائج عمليه. ايه بقول انا مثلا انه بوصي مثلا ممكن او بقترح انه مثلا نحن نعمل دراسه مثلا على فرض تحليليه للتعلم من بعد في ضوء التوجهات مثلا العالم عالمية نحو التعلم الرقمي مثلا، عرفتي؟ هذا نستعمله بالمشروع. بحلقات بحث العادية أكيد ما رح نقول إنه والله أنا بوصي إنه تنعمل دراسة كذا، بكتفي بالمقترحات اللي ممكن هي تكون عبارة عن شغلات يعني بدي تساهم في مثلا إنه اتخاذ التعلم من بعد بشكل جدي أكثر. تمام. احنا هون عم نشرح وانت اخذه عنوان حلقه بحث عن التنوع التعلم من بعد كمثال. طيب هلا حاجه الاطار مثلا مناهج البحث هي كبيره وواسعه، بس يمكن في عدد معين هو الاكثر استخدام تربويا، مو هيك؟ ايه هلا نحن منهج البحث بما انه نحن عم نحكي عن خلينا نقول بما انه نحن عم نحكي عن حلقات حلقه بحث عاديه، فغالباً نحن بحلقات البحث هو بيكون المنهج هو عبارة عن وصفة تحليلي. تمام؟ هذا هو بيكون المنهج، يعني المنهج اللي نحن نستخدمه. طبعاً في عنا نحن منهج تجريبي وشبه تجريبي، فبس لكن نحن هلأ هون بضمن حلقات البحث ناخد إنه المنهج الوصفي التحليلي. طبعاً المنهج الوصفي التحليلي مثلاً أنا ليش اخترت المنهج الوصفي التحليلي؟ كلمة منهج البحث بدي أنا أقول شو المنهج اللي أنا اخترته. طب وليش اخترته؟ طب أنا ليش اخترته؟ لأنه هو مثلاً أكثر ملائم مثلاً على فرض للتعرف على التعلم، أكثر ملائم لعنوان البحث أو لمشكلة البحث. تماماً تماماً، هو بيكون الأقرب ل هو الأفضل لبحثي. طبعاً كمان بنفس الوقت وقت نحن منقول هذا الحكي، نحن منقول إنه اخترنا هذا المنهج، هذا المنهج هو الأكثر ملائم للبحث مثلاً، وبنفس الوقت منحاول نعرف شو يعني المنهج الوصفي التحليلي. منين منجيب هذا التعريف؟ من كتب مناهج البحث العلمي موجودة ومتاحة على النت. ناخد تعريف المنهج مثلاً الوصفي التحليلي، يعرف المنهج هو مثل ما حكيتي، يعني رح يكون هو موجود بكل حلقات البحث اللي رح أدر. تماماً، هو بيكون موجود بكل الكلمات. يعني هاي الكليشة دائماً نستعملها بحلقات البحث، فقرت أو فينا نقول عنوان منهج البحث. عنوان منهج البحث. طيب هي ترى إذا أخذنا مناهج البحث وبحثنا بيطلع الكتاب يمكن بحاله مناهج البحث، بس نحن بالإطار اللي بنزمنا بحلقة البحث خلص بس هيك غالباً. حتى بمشروع التخرج يعني غالباً الدراسات مثلاً المتعلقة باختصاصنا يعني هي إما بتكون دراسات وصفية أو منهج شبه تجريبي. طبعاً المنهج شبه تجريبي يفضل هو الأفضل، يعني إنه نحن مثلاً إنه المنهج شبه تجريبي أفضل من الوصفي التحليلي. لكن بما أنه مثلاً مشروع التخرج ما في عنا وقت كتير، ما عنا غير خلينا بحلقة البحث عشان ما يضيعوا. إيه لا الجماعة ما بعرف إذا حدا عم ياخذ يعني مستعد، مثلاً ممكن يكون في معنا أشخاص يكونوا فصل ثالث عم يستعدوا للتخرج، ويفضل أو نصيحة أنه لا يأخذ منهج وصفي وخلص، لأن منهج شوية تجربة بده وقت كتير كبير، أصلاً يعني إحنا لازم ننهي المشروع خلال 3 شهور، فما بيكفي. هاي معلومة بس كمان مشان يعرفوها الزملاء أنه نحن معنا فضل 3 شهور، خلال 3 شهور لازم ننجز البحث. طيب أنا ما خلص معي ب3 شهور، ممكن يتم معي الفصل اللي بعده؟ لا، بدكم تختاروا عنوان تاني، ما بتكملوا بنفس العنوان. هي هلا اذا هو ما لحق الفصل مشروعه بده يبدا من البدايه بالفصل الثاني بجدد على المشروع.
بمشروع جديد، هيك قالنا الدكتور وحيد، لذلك كان ما يتوقع يعني انه والله هو يساوي خطة بحث وبلش بإطار العمل يجي يكمله بالفصل الثاني لما بده يسجل مشروع مرة ثانية. ما في هيك شيء، لا ما في هيك شيء، هيك قالنا يعني هو يعتبر مثل إذا راسب بمادة وبده يعيد البداية من الأول. تمام. طيب هلا نجي على مصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية. تمام، هلا هذا مصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية، نحن هذا وين بنذكره؟ طبعا بنذكره بالإطار المنهجي للبحث، يعني هو ومنهج البحث هذول بيكونوا بالإطار المنهجي. طبعا الإطار النظري هذا لحاله مبحث لحاله، يعني الإطار المنهجي إذا بس نرجع نستذكر إنه هو عبارة عن مقدمة وأهداف وأهمية وأسئلة البحث. منهج البحث مثلا مصطلحات البحث، شو مصطلحات البحث؟ عندي عنوان، تمام، هذا العنوان أنا بدي أخذ مفرداته، أكبر قدر ممكن من المفردات التي يمكن تعريفها وبدي أعرفها. طيب كيف بدي أعرفها؟ مثلا على فرض أخذ أنا مثال عندي يمكن أوضح مثلا إيه، على فرض أنا عندي دورة تعلم من بعد مثلا في ظل أزمة كورونا وإعداد المعلم مثلا باستخدامه مثلا. هلا أنا شو بدي أعرف هون؟ بدي أعرف كلمة دور، تمام. هلا هاي الدور أنا منين بدي أجيبها مثلا؟ دور بدي أعرفها؟ في عنا كتب، نعم، أي دور بالعنوان بدي أعرفها؟ إيه بنعرفها، إذا علي إلي كمان. إيه بنعرفها كلمة دور. يعني محتمل تاخذ اكثر من معنى، هو بياخذ اكثر من معنى بعرفه، مو هيك؟ ايه هلا لانه دور فينا نحن ممكن نستخدم كتب مصطلحات التربيه، يعني في كتاب مخصص يمكن لمصطلحات التربيه، وفينا كجذر لغوي. لا ما كجذر لغوي المصطلحات، هلا نحن في عنا اذا بدنا نقول بدنا ناخذ اي كلمه، في عنا مثلا تعريفها لغه واصطلاحا. لغه هي ام الجذر اللغوي، اصطلاحا يعني جماعه التربيه كيف بيعرفوها، لانه ممكن جماعه التربيه بيعرفوها غير جماعه الفقه مثلا، عرفتي كيف؟ يعني كلمه مثلا اذا بدي اخذ كلمه فقه، تمام، لغه هو العلم والفهم، اصطلاحا بياخذ منحى ثاني، كيف بيعرفوا جماعه الشريعه مثلا، كيف بيعرفوا جماعه التربيه. وكل واحد بياخذ المصطلح من منظوره هو لإله، كمان حسب ما جايب العنوان، كمان هو قصد شو حاصل. ايه هلا انا ما قصدت جايب العنوان، هو حتى لو جايب العنوان، جايب العنوان مثلا انا بحث تربوي، جايب العنوان اجباري بده يكون هو تربوي وما بده يكون مثلا فقهي، يعني له علاقه بالشريعه مثلا او بالحقوق، تمام. فهو إجباري بدي يكون بدي أخذ أنا هذا المصطلح، أنا هوني بأخذه إصطلاحاً، ما برجع لكتب مثلاً الشريعة للمصطلحات تبعوت الشريعة، برجع للمصطلحات تبعوت التربية. ففي كتاب أنا بس ماني متذكرة اسمه، لأنه بتذكر رجعت له يمكن مرتين ما أكثر، المصطلحات التربوية يعني. أو فينا نحن نأخذ هاي التعاريف من الدراسات اللي نحن نزلناها، الدراسات السابقة اللي نحن اعتمدنا عليها، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه. خلينا بالمثال اللي طرحتي، دور بس ذكرني فيه، دور تعلم من بعد في ظل مثلا جائحة كورونا. فأنا بدي أعرف دور، شو بدي أعرف كمان؟ بعرف ايضا التعلم من بعد، بعرف جائحة كورونا، بعرف اعداد، معنى كلمة اعداد المعلم، تمام؟ تقريبا كل المفردات عدا احرف الجر والعطف. ايه عدا احرف الجر والعطف. هلا طبعا هي حتى هذا لا خلينا نحكي هلا نحن ضمن اطار حلقة البحث العادية، لانه اذا ننتقل للمشروع في دكاترة بتطالب بتعريف المعلم، بتعريف مثلا الصف الثالث، هو نوع يمكن من التوصيف الدقيق للبحث، هي تعريف المصطلحات. تماما، هلا هي بتختلف من دكتور لدكتور، لكن طبعا واحد بده يتبع اطار البحث. ايه تماما، فنحن ضمن مصطلحات البحث بناخذ هي المصطلحات، المصطلحات المقصود فيها هي العنوان، يعني هذا العنوان انا باخذه وبحلل هالمصطلحات بفككها وبحطها كل وحده لحال. طيب هلا شلون انا بدي اعرفها؟
المصطلحات البحث نحن مثل ما قلنا اما بنرجع مراجع والكتب المصطلحات او المقالات الالكترونيه او بنرجع للدراسات السابقه مثلا او رسائل الماجستير والدكتوراه. يفضل مثلا اني انا بكل مصطلح اخذ له اكثر من تعريف، يعني اكثر من تعريف، ما اكثر من تعريف واحد، وجهه نظر فلان وجهه نظر فلان. تماما يعني كان تعريفين يفضل حتى مو هيك لكل هلا بس في شغله بس بدي اوضحها للطلاب انه في فرق بين مصطلحات البحث. مثلا على فرض انا بدي اخذ التعلم من بعد او المنصات التعليميه الرقميه، مثلا انا اخذت المنصات التعليميه الرقميه عرفتها، ايه في فرق بين هون التعريف وبين المفهوم. المفهوم وين بيكون؟ بيكون عندي بالاطار النظري. التعريف بيكون بالمصطلحات. خليني هلا انا رح احكي عن التعريف بعدين رح اعرج حسب كلامك في خلط. حسب كلامك اذا ذكرت كلمه تعريف بالاطار النظري بيكون في غلط علي. هلا يفضل ان احنا لكن احنا المفروض نقول مفهوم، لانه احنا عرفنا المصطلحات وخلصنا. انت هيك معناتها عم تنطلقي من مبدا بس لاتذكر انواع المعرفه او هيك شيء، انه مفاهيم ونظريات وقوانين. فمعناتها استقرينا على انه تعريف مصطلحات البحث ومفهوم بالاطار النظري. المفهوم بيكون بالاطار النظري. هلا مصطلحات البحث مثل ما قلنا احنا بنحاول نجيب تعريفين لكل مصطلح. بعد ما بنذكر التعريفين وبنذكر المصادر من وين بنوثقهم، يعني نجي لشيء اسمه يعرفه الباحث إجرائيا. هاي كثير الطلاب بضيعوا فيها. شو يعني إجرائيا؟ يعرفه الباحث إجرائيا يعني أنت حسب دراستك كيف رح تعرف التعلم من بعد؟ حسب هو ما مطلع عني مو هيك؟ طبعا أي حسب أنت مثلا ما استقرأت، يعني استقراء للدراسات اللي أنت قرأتها، للتعريف عفوا اللي أنت قرأتها، استقراء أو تحليلا للبحث اللي أنت هلأ بدك تقوم فيه. فشو ممكن تعرف لنا إياه؟ فتعريف البحث يعرفه البحث إجرائيا هذا بده يكون من سياق الباحث في ضوء التعريف السابقة اللي ذكرها بالمصطلح. هلا وقت بدي ابدا انا فقط مصطلحات الدراسه والتعريفات الاجرائيه، بسرد تعريف مصطلحات وبعدين بسرد تعريفات اجرائيه، ولا بخليهم لكل مصطلح تحت بعض التعريف المصطلح وتعريفه الاجرائي؟ كل مصطلح مثلا نحن في عندنا بند اسمه مصطلحات البحث وتعريفاته الاجرائيه. فمثلا اولا دور مثلا المكتبات الرقمية باعتباره مصطلح بياخذ أكثر من تعريف، وممكن الباحث يصدف شيء معين المكتبات الرقمية. مكتبات رقمية أي شيء، مثلا على فرض أخذنا مصطلح مكتبات رقمية بعرفها كمصطلح تعريفين على الأقل، وبعدين بعرفها إجرائيا مثل ما أنا أخذها بالبحث عندي مو هيك؟ المنصات مثلا على فرض أخذنا المكتبات الرقمية، مثلا بقول عرفه صالح كذا، عرفه محمد كذا. طبعا نحن ناخذ الكنية ما ناخذ الاسم، وطبعا بنذكر بنحكي هلا عن التوثيق، بنقول عرفه ويعرفه او يعرفه الباحث اجرائيا بانه كذا. فكل مصطلح بنسرد يعني تعريفين له او تعريف على حسب امكانياتكم حسب ما تحبوا تتوسعوا، ومباشره بعده التعريف الاجرائي. كل مصطلح لحاله نمشي على هي المنهجية. لا منجي على بقى الدراسات السابقة كيف الواحد بده يجمعها؟ إيه هلأ الدراسات السابقة إذا بتتذكروا يمكن حطيت لهم زهراء الرابط اللي رابط سيهاب وجوجل وسكولر إيه وهدول. طب هدول الدراسات السابقة اللي نحن نزلناها من هالمواقع هي بدنا نستخدمها. الدراسات السابقة أمر جدا مهم يعني، وكتير بينظروا يعني الدكاترة بيهتموا بهاي الجزئية. طيب الدراسات السابقة بكل مبحث نحن بدنا نكتبه دائما دائما بيكون في مقدمة صغيرة دائما، يعني بدنا نكتب الإطار النظري، في عندنا مقدمة صغيرة لكل الإطار النظري.
بدنا نكتب دراسات سابقة، في عنا مقدمة صغيرة لكل الدراسات السابقة، بدنا نكتب نتائج البحث، بس شوي بدنا نتائج ممكن في نكتبها أو ما ممكن نكتبها ولا لازم نكتب. يعني هلأ دراسات سابقة منهجيا ضروري نكتب. هل أنا عندي دراسات سابقة؟ ببدأ إنه أول دراسة تاني دراسة، وفي طريقتين ترتيبهم، ما الدراسات عربية لحال، أجنبية لحال، أو من الأقدم من الأحدث. بس إنه المقدمة هي إذا ما ذكرتها، هي المقدمة الصغيرة 3 سطور أو 4 سطور، إذا ما ذكرتها هيك علي غلط يعني؟ هلا نحن عم نحكي يعني يمكن وقت طرحت فكره انه نحن نعمل المحاضره، انه انا كيف مثلا ممكن كنت اخذ علامه عاليه. العلامه العاليه بتجي من المنهجيه، يعني اغلبها بتجي من المنهجيه العلميه للبحث. منهجيه العلميه للبحث انه نحن اجباري اي فصل او اي مبحث بده يكون له مقدمه، مقدمه وننهي البحث كمان، عفوا ننهي المبحث وليس البحث، ننهي المبحث او الفصل كمان بكم سطر. هي ضروري كل فصل او كل مبحث بده يكون له مقدمه وخاتمه. الخاتمه نحن ما بنكتب خاتمه، بس بنعلق تعليق هيك بسيط عن المبحث كله. لكن بكل مبحث ضروري نذكر فوق كلمه مقدمه وبنكتب. طب شو بكتب مثلا انا؟ شو ممكن تكون مقدمه الدراسات السابقه؟ بقول مثلا انه والله شهدت السنوات الاخيره مثلا انه تطور او نقله نوعيه او طفره نوعيه بالمستحدثات، مثلا بدءا من التعليم القائم على الكمبيوتر مثلا، الى استخدام النت، الى التعليم الالكتروني، الى ظهور ما يسمى مثلا بالمكتبات الرقميه او التعلم من بعد، وانه في مجموعه من الدراسات العربيه والاجنبيه التي تناولت مثلا أهمية المكتبات الرقمية أو التعلم من بعد مثلاً، وأثرها مثلاً في التحصيل، وتستعرض الباحثة مثلاً أو الباحث عدد من الدراسات مرتبة بدءاً مثلاً من الأقدم وفق ما يلي. هلأ كيف برتب الدراسات السابقة؟ بنرجع نقول الدراسات السابقة إما ممكن نحطها نحن بإطار بمبحث لحالة، أو ممكن نحطها مع الإطار المنهجي، لكن يفضل إنه نحن نحطها لحالة بمبحث لحالة. هلأ الدراسات السابقة الترتيب بيختلف هون، ترتيبها من مدرسة لمدرسة. في منهم بيخطوهم كلهم مع بعض الدراسات العربية والأجنبية، وبيرتبوهم من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم. كمان كل دكتور بيطلب شكل، لكن مثلاً دكاترة أثناء حلقات البحث العادي ما بيطالبوكم إنه لا من الأحدث يعني ما كتير بيفصلوا بهذا الموضوع. بدنا نكون مثلا منهجية علمية صحيحة أنت مشيت عليها من أول الدراسات لآخرها. طيب فأنت بتختار الأريح إنك أنت مثلا تختار من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم، هذا شيء بيرجع لإلك. يفضل إنك نقسم لدراسات عربية ودراسات أجنبية. الدراسات العربية طبعاً من قسمها مثلاً منقول دراسة مثلاً على فرض عبد الهادي 2017، وبنذكر حتى المكان الدراسي، المكان الذي أجريت به الدراسة مثلاً الكويت، عمان، مصر، سوريا. طيب حطينا هاي الدراسة مثل ما قلنا إنه نعتمد نحن من الأقدم للأحدث أو العكس. ويفضل انه بعد 2015، انه قبل 2015 يعني يفضل انه ما ناخذ دراسات. هلا كيف بنمشي مثلا على الدراسه؟ انا شو بدي اخذ؟ يعني بتحكي يفضل 2015 واحداث بناء على تاريخ اليوم 2021، بعدين بصير يمكن الافضل من 2019 واكثر واحداث، مو هيك؟ يعني الواحد بده يحسب 15 سنه، هيك قصدك برضون يعني؟ 15 سنة. هلا 2015 اي هلا من 2015 انه نحن يفضل ناخذ احدث الدراسات. يفضل هو صح مزبوط، لانه انا بذكر اخذت ملاحظه انه ذاكر دراسه قديمه، يعني هي 2012، انا حسيت ما قديمه كثير، لا تعتبر قديمه انه 2012. لا قديمه 2012 قديمه، حتى 2015 قديمه. نحن عم نقول كحد اقصى 2015،
لكن مثلا يفضل مثلا 17 18 طيب 17 هلا في 20 حال انا كان بحثي دراسات وكلياتها يعني تناولوها قبل 2015 وما حد تطرق له لا بعدين. لا شغلي يعني مشان نكون واضحين وصريحين بمواضيعنا نحن ما بتوقع تكون في شيء يعني انه هو يكون قديم مواضيع كثير مكررة ومشهورة مواضيعنا حطها البحث اللي عم تطبوها يعني. لا ما بس مكررة ومشهورة، هي مواضيعنا حديثة بالأصل، عرفتي كيف؟ يعني ما بالأصل مطرقة مواضيعنا بالسابق. حديثة، ايه فهمت عليك. العنوان بالأصل هو مواضيعنا حديثة انه مستحدث العنوان بالأساس. ايه يعني غالبا مثلا نحن مواضيعنا حديثة. هلا الدراسات السابقة اللي بتكون قديمة كثير هي مثلا ممكن عن التعليم الإلكتروني بشكل عام، وحتى هذا التعليم الإلكتروني هلا إذا بدنا نفتح ممكن أنت تلاقي 20 30 دراسة من سنة مثلا 2000 لهلا، فانت هدول بتاخذي منهم اجدد شيء. هلا كان دراسي في نقطه بس بدنا نقول، كان دراسي نحن يفضل انه لكل مثلا نوع انه دراسه عربيه او اجنبيه يفضل انه مثلا 3 أو 4 دراسات لكل نوع يفضل. يعني هذا مختصر يعني انا حاول حلقه بحثه اي، لانه كل ما ذكرت انت دراسات اكثر يعني هذا ممكن يعطي لبحثك قيمة أكبر، اطلاع وبالتالي فعلامتك مثلا يعني يعني دليل على أن أنت مطلع مظبوط. ممكن واحد يلجأ لطريقة أنه أنا مريت معي رسالة ماجستير أو دكتوراه قريبة الموضوعي وفي دراسات سابقة كثيرة، فأجي أنا والله أنه ارتاح شوي واتكاسل شيل الدراسات السابقة وحطها عندي، فبصير إنه كتوثيق يعني بده يصير توثيق للدراسات كلها مصدر واحد. هذا هيك صحيح دراسات كثيرة بس إنه مصدر واحد ما رح يدل على اطلاعه وهيك. طيب هلا هاد ممكن نحن نحكي عن حيلة بيستخدمها الطالب قبل ما نحكي عن هاي القصة. بس موضوع الدراسات السابقة إنه أنا شو بدي أذكر فيه، بما إنه نحن بلشنا كيف نحن بنوثقها، مثل ما قلنا نحن مثلا نحط دراسة فلان ووثقناها انه مثلا هي سنة 2000 وكذا وعنوانها عفوا مكانها، يعني مثلا بقول دراسة مثلا على فرض عبد الهادي دراسة احمد 2017 الكويت، تمام. طب انا شو بدي اذكر بالدراسات السابقة؟ بذكر عنوان الدراسة، هدف الدراسة، عينة الدراسة، ادوات الدراسة، منهج الدراسي، نتائج الدراسي، بذكرهم هيك. يعني بكل دراسي بذكر هدول، عنوان، هدف، عينة، أدوات، منهج، نتائج. فينا نحن نفصلون، يعني بكتب أنا عنوان الدراسي نقطتين كذا، هدف الدراسي نقطتين كذا، عينة الدراسي، وفينا نحن ندمجهم كلهم مع بعض ضمن فقرة واحدة، تمام. فينا نعمل هيك فينا نعمل هيك، لكن الأريح للعين والأفضل إنه نحن لا نفصلهم، وهيك منريح القارئ، يعني منريح الدكتور هو عم يقرأ، وهيك يعني نحن مثلا بيوضح إنه نحن بذلنا شوي جهد زيادة، تمام؟ بعد إذنك ممكن أسأل سؤال؟ إيه تفضل يا أنسي. يعطيك العافية أول شيء. بدي اسال انه نحن عم تقولي بالنسبه للدراسات بنذكر العينه نذكر الادوات، طيب نحن منهجنا ما نحن اللي عم نشتغل فيه يعني بحقه البحث ما عم نشتغل شيء عملي، فما في داعي بعتقد انه نذكر العينه ونذكر الادوات. لا انه انا هلا انا وقت عم بعمل حلقات البحث ما عم بذكر ابدا. لا هذا غلط، بس بذكر هذا غلط. غلط غلط غلط، لانه هلا نحن صح ما لنا عم نشتغل عملي. طيب بس انه هني عم بيعلموك كيف تستفيد من الدراسات وتوظفيها انت بعدين وقت انت بدك تشتغل بالمشروع، فانت ضروري بالدراسة تذكري هاي القصص، تذكري العنوان والهدف، العينة، الادوات، النتائج، يفضل. او كويس يعني انا والله كنت قبل ما اذكرهم ابدا، يعني اقول خلاص انه نحن بس عم نشتغل نظري فلازم نقارن نظريا بس الدراسات. لا. يعني المفروض احنا نذكرها. طيب هلا الله يعافيك يا اهلا وسهلا. نحن مثل ما قلنا حكينا انه نحن بنقسمهم لدراسات عربيه، مثلا اولا دراسات عربيه مسردون الف باء كذا كذا الى اخره، ودراسات اجنبيه كمان نفس الشيء. بالدراسات الاجنبيه بنكتب العنوان
باللغة العربية وبنرجع نطلبه باللغة الأجنبية. تمام، هي نقطة مهمة كمان لأني أنا ولا أخذت بنرجع عليها لموضوع ملاحظة. أنا الدراسات السابقة، هل في شيء صحيح، أنا وكمان هي نقطة بالذات يعني أنا أخذت عليها ملاحظة إنه الدراسة الأجنبية ما كنت ذاكرة عنوانها باللغة الأجنبية، باللغة الإنجليزية، هي كانت إنجليزية كمان. لا فمظبوط، بتنذكر لازم هي ضروري يعني إنه يكون بعنوانها باللغتين إنجليزي وعربي. تمام. هلا موضوع الدراسات السابقة، هل أنا فيني آخذ الدراسات السابقة من مثلا على فرض بحث رسالة ماجستير أو دكتوراه؟ هلا شوف شو بده يصير، إذا بدنا نحكي هي إذا مثلا بدي آخذها ووثقها على إنه أنا اللي وثقتها، هلا هي بصير فيها اسمه مثل ما بيقولوا سرقة سرقة علمية، علمية، يعني هاي نكرت هي تعب سرقة غيري، علمية. نكرت تعب ايه غيري. هلا فينا نحن ممكن يعني اسرقه مثلا دراسي باسم الكل. هو شلون هلا بتصير؟ شوفي هي بتصير القصة إنه شوفي بدي اقول لك القائد شغله، لما عم ينزل ملف الوظيفة عم يطالب إنه 15 مرجع أو صوتك 16. شوي سهرة، في حدا فاتح المايك؟ لا أنا كلها مسكر، أنا هون عندي بالواجهة ايه بس بجوز شوي عندي الإنترنت صعب صار في تعطل شوي الصوت. هلا وضح؟ بدي الكتاب تحكي لأنه عم تحتاج على تعطل الصوت. هو هلا عم بكتب ترى ملاحظات انه في مشكله اتصال الانترنت بدي ببالك، المهم ببالك عم بقول انه طيب تفضل. سيبت الفكره على هذا. شو كنت عم اقول؟ كنا عم نحكي عن السرقة العلمية، انه طالب اللي بينزل الدراسات هو انه عم يصير عندنا بملف الوظيفة مطلوب انه 15 او 16، هيك عم تيجي المطلوب يعني، فبيكون في موضوع المكاسلة. الواحد اذا بحث رح يلاقي بسهوله، يعني الواحد اذا بحث بيطلع معه 15 بوصل ال 20 يعني، لانه بيعتمد شلون الواحد ما في طالع مراجع كثيره، بيعتمد ببدا نسخ ولصق رح يلاقي حاله انه اختفى بمرجعين ثلاثه. هاي الشغله كمان بتاثر، اما لما انا بطلع خمس مراجع بلخص فكره حسب ما فهمت ان هدول الخمسه ببساطه انا بلخصها وبحط الخمسه كمراجع. فهي مشكلة النسخ فصل كمان هي بتخليني أنا أخلص مراجع عندي وما تكتر. كمان شغلة تانية إنه بيتساهلوا مثل ما حكيت إنه راح الماجستير مثلا سارد أربع دراسات سابقة وكل دراسة موثقة من مرجع، فبدل ما أنا أوثق إنه أنا هي الدراسات السابقة شفتها بالرسالة الفلانية، بيجي بوثق الأربع دراسات مثل ما أوثق بالرسالة. هيك هنا بدل ما ايه يعني هو تمام، عنده هو مرجع واحد ايه صار عنده على أربع فكرة هذا صار عنده. الموضوع، هذا الموضوع يعني أكثر شغل بيظهر في البحث هو السرقة، النسخ واللصق. الدكاترة يعني أول شيء بيقدروا يعني الدكاترة على خبرتهم، على مدى خبرتهم الطويلة، فبيقدروا مباشرة يكتشفوا إنه أنتم عاملين نسخ لصق في صدى عقود الصوت. ممكن يكون احنا في جوالات قريبة حد هذا، لو في جوال قريب ممكن يعمل هاي المشكلة. طيب ايه كمان هيك افضل؟ الفكرة انه مثلا اكثر شيء بيضعف في البحث اللي هو النسخ واللصق. النسخ واللصق الدكاترة بيعرفوه تماما، اقل شيء اذا كنتم تنسخوا تنسخوا سخوا وثقوا باحترافية. انا عم اعلمهم يسرقوا باحترافية. الفكرة مثلا شلون على فكرة بتحطوا نسخ لصق، ممكن انت بتطلعوا صور مباشرة على بداية الدراسة، بداية الدراسة دائما بيكونوا كاتبين لي ملخص، الملخص بيكونوا كاتبين لي عنوان والهدف والأدوات والمنهج، فانتوا بتعملوا لها نسخ هيك مثل ما هي بتشيلوها وبتحطوها في بحثكم. هذا غلط يعني، وللأسف في مثلا ممكن يعني على حسب مثلا على فرض حسب ما اجى معه الدراسه ما بينتبه انه مثلا والله هو ذاكر العنوان قبل كذا وذاكر الاهداف قبل الادوات، بيرجع بالدراسه اللي بعدها بيختلف الترتيب، بيرجع اللي بعدها بيختلف الترتيب حسب ما ناقصه بالضبط، مباشره بينكشف انتم اخذين نصف. طيب هلا على فرض اذا في عندك دراسات مختلفه، دراسات بعض المواضيع بالذات مثلا بالتصميم التعليمي شوي دراسات فيها صعبه او
يعني صعب ما كيف يعني مثلا دراسات مدعاه. طبعا انت اضطريتي لموضوع النسق ولا نسق اقل شيء مش على منهجيه واحده بموضوع مثلا نسق ولا نسق ممكن تحكي والله مره اذكر الادوات مره ما اذكر الادوات ما بعرف يا بتذكر الادوات والمبنى بكل الدراسات يا ما بتذكرها ممكن يعني تحس بصدمه بالدراسات ما بصير انه مره نذكر مره ما نذكر هذا بدل على انك انت اخذ الدراسه نسخ نسخ. طيب في عندي نقطه ثانيه انا بهمني مثلا اخذ من دراستي انا ما لقيت دراسات كثير وانا ما حابب اسرق مثلا شو ممكن انا اعمل؟ ممكن انا اكتب انه هاي الدراسه على فرض انا اخذت الدراسه ذكرتها بالزمانيه وبالاخير بعد ما خلصت كتبت مثلا نتائج الدراسه بالاخير بكتب وصلت ثقه في كذا انه يعني انا هذا الكلام صح مثلا هاي الدراسه عن فلان لكن انا ما اخذتها من دراسه هو مثلا على فرض الدراسه هي دراسه احمد تمام؟ طيب إجا واحد اسمه عبد الهادي ذكر دراسة الأحمد أنا أخذت من دراسة عبد الهادي ما قدرت أصل لدراسة الأحمد فبيجي أنا بكتب تحت أنه وصف في عبد الهادي صح أنا ذكرت دراسة الأحمد لكن دراسة الأحمد كانت مذكورة من عبد الهادي وأنا أخذت من عبد الهادي ما أخذت من مصدر أصل فممكن أنا أعمل هيك وبالعكس يعني هاي اسمها أمانة علميين ممكن أنتم تاخذوا هي أعلامية وقت الدكتور بقرأ البحث يعني بينتبه مثلا أنتم يعني تاخذوا الأمانة علمية كمان من الأمانة العلمية إلى علاج يعني الاقتباس تمام زهراء سكرت المايك غير عن الصدى ما نكون يعني في ازعاج عند اللي عم يسمعوا هلا انا بالنسبه لي تمام يعني حتى على فكره وانا عم تابع معك الجلسه الماضيه وهي يعني انا ذاتيا طلعت كذا غلطه عندي يعني هو الواحد دائما يتعلم معرفتي صح مضبوط يعني الواحد دائما في يبحث ويحس كشغله طيب هلا حكينا حكينا كيف في عندي سفر دراسات عربيه واجنبيه خلصتها عندنا شيء اسمه تعقيد على الدراسات الصدره هاي تجربه مكتوبه هاي تجربه ضمن اللي حكيتي كمان انه قلتي لازم كل عنوان الكتاب مقدمه صغيره وننهي بخاتمه صغيره بس نمنع عن المخاتمه يعني هيك خلاصه فينا نقول كمان يعني تجي تحت العنوان هذا زي التعقيد على الدراسه السابقه تعقيد على الدراسه السابقه لا هذا ما نخاتمي تحت الشغله تحت القالب انه انا دائما كنت اطلع على الدار مقدمه وبناها خلاصه بس هون خلاصه هي بقول ابي على شكل لا هي مو خلاصه لا هي ما خلاصه بس خليني شوي كمان لا هي مو خلاصه هي فقره نظامي تكليف هي فقره نظامي ما خلاصه التعقيب على الدراسات السابقة في عمل مثلا نحن هلأ قلنا أولا نفرض الدراسات العربية ثانيا الدراسات الأجنبية ثالثا التعقيب على الدراسات السابقة وفي عنا رابعا ما استفادته الباحثة من الدراسات السابقة تمام؟ هدول المفروض ينذكروا في الدراسات السابقة طبعاً نرجع نحكي الموضوع وأنا أعطيكم الأفضل اللي بأحيكم تاخذوا علامات عالية بدك أنت تعمل تاخذ علامات عالية تذكر هالفقرتين التعقيب على الدراسات ما استفادته الباحثة أو ما استفادته الباحث من الدراسات السابقة اللي بدك تمشي بسرعة مثلاً ما عندك بهمات فممكن أنت هالفقرتين يعني تختصر مثلاً خط التعقيب الدراسات أو مثلا ما بحط طبعا برجع بحكم يعني هذا الشيء بيضاعف البحث مثلا بس إذا أنت شخص مثلا ما كثير مدور على العلامات بدك تمشي ممكن تختصر هذول الفقرتين لكن كنت تاخذ علامات يعني ممتازة 85 فوق آخر شيء كنا عم نحكي عن التعقيب على الدراسات السابقة قلنا في فقرتين مفروض إحنا نذكرهم بعد الدراسات السابقة اللي هي التعقيب على الدراسات السابقة مستفادة الباحث من الدراسات السابقة التعقيب على الدراسات السابقة إنه من خلال أنا استعراضي للدراسات السابقة بشو توصلت مثلا إلى أهمية على فرض إحنا بنعتمد عن المعدلات الرقمية أو التعليم من بعد ممكن مثلا أنا أذكر
يعني هلا هو شوفوا شلون، يعني هذا الكلام هو النظري اللي بهم الدكتور، انه انت ذاكر تعقيب عن الدراسات السابقه وذاكر ما استفاده الباحث من الدراسات السابقه. الدكتور انه اي ممتاز، معناتها هذا عم يشتغل بمنهجيه علميه دقيقه وصحيحه. طيب التعقيب عن الدراسات السابقه ما ضروري اذكر 6 7، ممكن اذكر 2 3 مثلا، انه على فرض انا قصرت على اهميه مثلا المكتبات الرقميه، مثلا انه للمكتبات الرقميه دور فعال، مثلا في زياده دفعيه الطالب مثلا نحو التعلم. فينا نقول مثلا انه المكتبات الرقميه لها اثر ايجابي مثلا في رفع التحصيل وزياده مشاركه الطالب مثلا في العمليه التعليميه. فهذا اسمه التعقيب، يعني انا من خلال استعراضي وصلت لهي النتائج او لهي الخلاصه. نجي على ما استفادت الباحث من الدراسات السابقه. طب انا شو استفدت من الدراسات السابقه؟ قول مثلا اخذت فكره عامه عن المكتبات الرقميه او التعلم عن بعد او المنصات او الكتاب الالكتروني الى اخره واستخدامها في العمليه التعليميه. انه الاستفاده من منهجيه البحث المتبعه، معلش ولو هذا كان كلام نظري وانا من خلاله توصلت انه لازم انا استخدم منهج موسيقي التحليل. مثلا على فرض وضع الاطار العام يعني خطة البحث الحالي معلش حطوه شلون؟ يعني او حتى هو ما مثل مثل هذا مثل موضوع انه والله انا استفدت مثلا من منهجيات البحث المتبعه التي تتماشى مع البحث الحالي، يعني هذا بحطه. يعني انا مثلا اعتمدت منهج الوصف التحليلي لانه بناسب دراستي. طب انا كيف عرفت انه هو بناسب دراستي؟ من خلال الاطلاع على الدراسات السابقه. ايضا مثلا قول الاطلاع على نتائج المقترحات التي توصلت اليها الدراسات، الاستفاده من مراجع الدراسات السابقه. هي الامور اللي بتوضح شو استفاد الباحث من الدراسات السابقه. ممكن كمان الدراسة اللي استفاد منها الباحث، يعني اللي كانت نقطة ارتكاز ببحثه. لا ما فينا نقول انه دراسة واحدة هي كانت نقطة ارتكاز، لا كل الدراسات هي بالنسبة لي استفادت منها. ما فينا انا اقول هون، ما فينا اذكر هذا الموضوع الا اذا كنت انا استبيان، بالاستبيان ممكن انا اذكر دراسات اللي هي كانت نقطه الارتكاز باستبياني انا، اني انا اخذت استبيان وطورته. بس مثلا بهيك حالي لا اكتفى بس خلاص من الاستفاده من مراجع الدراسات السابقه. هلا انا شو عندي، هلا انا عم بعمل دراسه على التعلم النشط، فانا هلا شو عقبت كتبت هيك، شوف يعني وجهه نظري هي، شوف هيك صح، انه من خلال مراجعه الدراسات السابقه يتضح ان الحاجه تقتضي تطوير طرق التدريس من اجل احداث تطوير في تعلم الطلبه وتحقيق الاهداف التي تتركز في دعم وبناء المعاني العلميه، وتبين لي اهميه التعلم النشط في زياده تحصيل الطلبه ودافعيتهم للتعلم. وقد جاءت هذه الدراسه والتي امل ان تحمل في طياتها افاده للمعلمين والمعلمات جراء التعلم الفعال وتطوير مفهوم التدريس الموجه والفعال من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط. هلا انت مثل لا هذا هذا احنا لما نحكي عن التعقيب على الدراسات السابقه، انت من خلال هالدراسات اللي انت رجعتي لها شو اتضح لك؟ اتضح لك مثلا اهميه التعلم النشط، اتضح لك مثلا مثلا اهميه التعلم النشط، مثلا اتضح لك انه للتعلم النشط مثلا دور فعال في مثلا زياده الدافعيه لدى المتعلم مثلا. اتضح لك ايه مثلا، اتضح لك انه مثلا قله الامكانيات مثلا المتاحه او عدم جهوزيه مثلا الصفوف لتكون مؤهله للتعلم النشط. هذا كيف اكتشفتي؟ من خلال الدراسات الدراسه، ما من خلال استقرائك انت للواقع اللي انت فيه. تمام، معناتها هي تقريبا تلخيص لعناوين الدراسات، يعني لوجهة نظر ما العناوين، ما العناوين للشيء اللي توصلوا له الدراسات السابقة. يعني كل دراسة بعنوانها مثلا، زي أنا في دراسة عملتها إنه على معوقات كمان لازم أذكرها. تمام،
ايه مثل ما قلنا لنتائج الدراسات السابقه، ما نتائج تبعيت يوجد فروق ذات دلاله احصائيه، يوجد فروق ذات دلاله احصائيه هاي بتثق فيها ضمن النتائج الدراسه وقت حكينا نحن انت شو بتثق الدراسات السابقه، لكن التعقيب على الدراسات السابقه بتثق فيها كل الدراسات السابقه في شيء اسمه عندهم يعني هيك مثل خلاصه بيذكروها انه هم مثلا توصلوا لاهميه تعلم النشط، توصلوا مثلا او اوصل مثلا دراسات سابقه بضروره مثلا تفعيل تعلم النشط مثلا في العمليه التعليميه وانه استخدامه بشكل عام يعني لا يزال يحتاج الى جهد كبير مثلا تفتكي، فهذا اسمه تعقيب على الدراسات السابقه، يعني انا استقرائي للدراسات السابقه استقراء للدراسات السابقه وصلت استخلصت هالقصص، هاي اسمه التعقيب على الدراسات. اما انا شو استفدت من الدراسات؟ انا مثلا استفدت منها بوضع الاطار العام لخطه البحث، استفدت من المراجع تبع الدراسات السابقه، استفدت مثلا من الدراسات السابقه ب يعني ايضا كمان فينا نقول انه شو كنا عم نحكي؟ كيف راح عن بالي؟ انا مثلا استفدت منها، انا استفدت من المراجع منهج الدراسات السابقه اللي اعتمدت عليه، الاطلاع على النتائج والمقترحات، معرفة مثلا موقع بحثي من الدراسات السابقة، هاي مستفادة بالباحث. طبعا احنا ما ضروري كثير، مهم مثلا نذكر الثلاثة الأربعة بنود بكفي. تمام؟ هلا هيك بكون خلصت الدراسات السابقة لما بعلق عليها مستفادة بالباحث خلصت؟ ايه بتكون خلصت هيك الدراسات السابقة. اعترف شارك ورقة التوثيق لأنه صارت ساعدة عشان ما أطول. ظهرت؟ ظهرت إيه بس ما كتير واضحة، هي كانت عم يدا زوم أكثر، رح أعملها بالعرض. ماشي الحال، تمام، يسلم ايديك. هلا بالنسبة لموضوع التوثيق، التوثيق يعني من أكثر النقاط المهمة جدا بحلقات البحث. طيب التوثيق أنا على شو بعتمد بالتوثيق؟ بالأبحاث التربوية طبعا بيختلف الموضوع التوثيق، يعني هلا رح نحكي عنه وش بيسوي. أمر التوثيق بيختلف من خلينا نقول من فرع لفرع، أو من مثلاً من جماعة مثلاً على فرض الكليات التربوية والنفسية والسيكولوجية مثلاً بيعتمدوا نظام الـ ABA، غير عن الكليات الأدبية بيعتمدوا نظام تاني. فنحن مثلاً هون بدراساتنا نعتمد على نظام الـ ABA، هي نظام الـ ABA اللي هي الجمعية الأمريكية. طيب هلا هذا الـ ABA له كثير اصدارات، يعني اصدار الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، احدث اصدار غالبا هو السابع، ما بعرف اذا في لسه احدث منه، احدث اصدار السابع، الان كان السادس. بمعظم حلقات بحثنا نعتمد السادس، او معظم الدكاتره بيطالبوكم بالسادس او بتكون ضمن حلقات بحث، بس مشاريع التخرج بيطالبوكم بالاحدث، لذلك يفضل انه تعتمدوا من هلا على السابع حتى تحفظوا وتذكروا ضمن المراجع انه انتم اخذتوا مثلا من هذا المرجع التوثيق، تمام؟ اخذتوا الاصدار السابع وتعملتوا الاصدار السابع. هلا يمكن زهراء روابط الملفات معاكي الاصدار السادس والسابع مشان نحطهم بالتشات. ايه هن يعني ناوي احطهم ومجهزتهم على دروب بوكس، هن الروابط هلا اخر الجلسه لما مشاركه الروابط. ايه تمام الله يعطيك العافيه. هلا بالنسبه ل يعني اجباري هذا موضوع الدراسات، عفوا موضوع التوثيق ما فيني انا افصل فيه كثير، ليش؟ اول شيء بيختلف بين السادس والسابع، وانا ما فيني افصلكم هلا بكل نقطه، لانه مثلا موضوع انه انت الاقتباس الحرفي له توثيق، الاقتباس الغير الحرفي له توثيق،
بدك تذكر الاسم ببدايه انه الشخص اللي مثلا قال هالكلام، بدك تذكر بالبداية بيكون في توثيق شكل، بدك تذكر بالنهاية بيكون في توثيق شكل. شغل التوثيق انه انا كيف بحط الصفحة والرقم وفي فاصلة ونقطة كمان بيختلف من البداية للنهاية ومن اصدار لاصدار. لذلك مثلا هلا الانسي زهراء الله يجزيها خير رح تشاركنا تعطيكم رابط في ملفين، في الاصدار السادس وفي الاصدار السابع. الاصدار السابع هو يمكن الجمعية يمكن المجلة العلمية الكويتية يمكن، والإصدار السادس نسخة مجاور. هلأ الإصدار السابع أنا لقيته ظريف وتعودوا عليه من هلأ، إلا إذا حدا من الدكاترة يعني ألزمكم بالسادس توعد بالسادس. إيه بس هلأ شفتي مثلا إحنا قلت لك أنا مشاريع التخرج المعظم طالب السابع، المعظم بيختلفوا من السادس للسابع، فلذلك تعودوا على السابع من هلا. وبرجع بقول لكم بأكدكم على هاي النقطة، بالمراجع بذكروا انتوا نجحتوا مثلا المجلة العلمية الكويتية، بذكروا مثلا وصفوها يعني انه انتوا اخذتوا التوثيق منهم في الاصدار السابع. طيب هلا بس في نقطة حابة ننبهكم عليها بالمراجع، طبعا احنا بنحط المراجع باللغة العربية ومراجع باللغة الالكترونية، المراجع باللغة الاجنبية. في دكاترة ممكن يطالبكم انه تحطوا مراجع باللغة العربية، مراجع باللغة الأجنبية، والمراجع الإلكترونية. شو المقصود في المراجع الإلكترونية؟ المراجع الإلكترونية هي إما بتكون مواقع، المواقع طبعا يفضل تكون مواقع معتمدة، أو بتكون مثلا وثائق PDF. فنسبة طبعا بالمراجع الإلكترونية نحط الرابط اللي أخذ رابط الموقع أو رابط وثيقة البي دي إف، أو إذا أخذت أكثر حابة مثلا هاي الدراسة وثيقة علمية إلكترونية فأنا بذكر الرابط طبعا أنا منين أخذتها، فبنسخ الرابط وبحطه. طبعا الرابط بدكم تذكروا تعريف الاسترجاع، وقت بتذكروا كمان بتكون أنا بنمشي دائما على منهجية علمية محددة، بقول أنا مثلا مسترجع بتاريخ أو تم الاسترجاع بتاريخ، أنا بمشي بكل خطوة هيك، ما مرة أقول استرجع بتاريخ، مرة أقول استرجع بتاريخ، ومرة تم الاطلاع، لا، خلص، بمشي على منهجية محددة. طبعاً في عنا شغلة إنه في كمان غلطة مشهورة إنه مرة بيقولوا هذه الدراسة ومرة بيقولوا هذا البحث، هو أفضل إيه هذا البحث. شكرا زهراء لهي الملاحظة. مثل ما قلت انه مثلا احنا مرة بنقول هذا البحث، مرة بنقول الدراسة، فلا احنا بنعتمد مصطلح واحد، يعني بنقول بحث يعني بنقول دراسة، من بداية البحث لنهاية الى نهاية الدراسات. عفوا موضوع التوثيق الالكتروني بنوثق بقلب المتن، يعني عفوا شو بدنا نقول، بنوثق بقلب البحث، في عنا توثيق داخل البحث وفي عنا توثيق في المراجع. المتن وتوثيق النهائي صحيح؟ ايه هلا المتن في عنا شغلة، ممكن في دكاترة بيقولوا لكم مباشرة مثلا انت على فرض اخذت هذا الكلام من هذا الموقع، مباشرة بتقول تم الاسترجاع بتاريخ، بتحط الرابط ضمن المتن. هلا يعني مثل هيك يفضل كمان هذا رأي شخصي انا اتبعته بأبحاثي، يعني ما بعرف مدى دقته العلمية، بس انا عم اقوله لموضوع مثلا اذا على فرض انا بدي اتوسع بشيء، فمن خلال الاصدار السابق شو بتكون اذا انا بدي احيلك الى هذا المصدر بالدراسة بالتوثيق، بالنظام التوثيق يفضل اني اوضع هذا الشيء بالحاشية. في شيء عندنا اسمه متن، في شيء اسمه حاشيه. شو الحاشيه؟ اللي هي علامه الاشاره المرجعيه، تذكرتوا شو كان اسمها زهراء؟ هي تبعيه الحاشيه اللي بتكون تحت اللي بالوورد. هلا هذا الفولدر تحت الراس والتسجيل. ايه تماما. اللي في الى اسم هلا فينا نحن مثلا ممكن نحن نتبع هاي الطريقة وممكن هاي الطريقة، يعني هلا هي إذا حطيتها بالمتن ما مشكلة، هي بتكون ضمن الأيقونة
النهاية نهاية فقط أنا بوصل هذا هاي الأيقونة بناخذها من الوورد يعني من المراجع. في عندنا شيء اسمه إدراج تعليق ختامي. تحكي عن قناة بورد. اي تمام كيف بنطالع من وورد يعني ناخذها من المراجع إدراج تعليق ختامي فبيطلع لنا واحد من تحت موجود هاي الحاشية. أنا ممكن اللي بيخلوا بآخر فقرة رقم وصفوا المرجع تحت حطوا مثلا رقم واحد من فوق بالمتن بيزلوا تحت على الحاشية وصفوا رقم واحد مين هاد اي تماما. هلأ أنا كنت تتبع هاي الطريقة انت كنت تتبع هاي الطريقة بس هي الشائع بس هو الشائع يمكن انه نهاية الفقرة بيكتبوا الاسم والتاريخ رموز الاسم والتاريخ مع الرابط اذا كان الكتروني هلا انا اخذتها من مبدا انه انت بدك تحيلي لنا مصدر ليتوسع او يشوف فانه بينحط بالحاشيه. طبعا هم مخيلين انه انا لا انا كنت امشي هيك انه احط بالحاشيه يعني احط الاشاره الادراج الحاشيه السفليه او ادراج تعليق ختامي وحطها تحت. في شغل انه هي المقالات الالكترونيه اللي ما لها مؤلف يعني انا معي رابط بس ما بيمي الكاتبه. هلا هذا كله موجود بنعمل له هذا هذا بنكتب له طبعا هذا كله موجود بالتوثيق. اذا انت صدفت مثلا عندك كتاب او عندك اي مرجع ما له كاتب فنحن بنكتب دال مثلا كذا دون ناشر دون دال تاء دون تاريخ. طب مثلا اللي ناشرته جهة علمية هذا كله موجود ضمن يعني ملف التوثيق يعني ضروري هنا رواد الدراب طبعا طبعا لانه هذا يعني يطول بيختلف مثلا بين مرجع عربي بين مرجع الكتروني بين مثلا اصدار واصدار لا صعب بين مقال بين كتاب بين موقع فصعب لذلك ضروري يرجعوا لإيه. هلا هذا تبع التوثيق السابع بسيط عرفت كيف بيقدر يعني يقرأ بسهولة يفضل عن جد انه يمشي عليه بيكون اسهل. هلا موضوع بس في نقطة مهمة بالمراجع اذا هلا انتبهتوا مثلا كيف الترتيب اهم شيء انه انا ما احط 1 2 3 ما بصير احط 1 2 3 ننتبه للتوثيق تبع ابو العلا لا لا يا ريت ترجع لفوق زهرة بعد اذنك عند ابو العلا اذا كان التوثيق بده ياخذ اكثر من سطر فالسطر الاولاني بيكون شوي على اليمين اكثر بعدين بينزل لتحت 5 محارف نعمل تا بعدين بنكمل الباقي شلون مسافه بادئه يعني اي مسافه بادئه اي اي تاب اي مسافه بادئه فبدهم يكونوا هيك يعني هي من احدى التنسيقات التوثيق انه اذا كان اكثر من سطر لسطر ياخذ مسافه بادئه تمام كويس يا الله ياخذ مسافه بادئه السطر الثاني كمان شوفي ملاحظات مبنيين عليها هلا الملاحظات طبعا تنتبهوا انه في عندنا خط مايل خط عريض كمان هلا بالاصدار السادس والسابع بيعتمد الخط المايل انه العنوان تبع الكتاب او الكتاب يعني يكون بالخط المايل ما بالخط العريض يعني ما خط مايل وعريض لا خط مايل الخط العريض هو غالبا الاصدارات 5 وما قبل الاصدار السادس والسابع خط مايل طبعا بيختلف بين مجلي بيختلف الموضوع بين انه مثلا كتاب عادي المجلي مثلا انه احنا ناخذها بالمايل انه بس فقط اسم المجلي مع مثلا العدد كمان انه العدد وفي عنا المجلد كمان بيفرق المجلد ممكن نحن ناخده معي العدد لا ف
فهي التفصيلات كلياتها كل الورق كلها بس هلا بدنا نسوي هلا نطبخ الورقه هاي استرجع التاريخ ليش هون مثلا عدد احمد هوني هذا لا مفضل ينحط لا هون ليش مسترجع السطر الخامس نزلت بشو سطر جديد حتى تبقى هي هي هلا شو عندك شوفي مسترجع بالتاريخ ايه مسترجع بالتاريخ ايه شو شو الموضوع انه ليش ما حطيتي حتى السطر يعني هلا بعد الكترونية السورية بعد ما حطيت ارقام كيف حال ليش ما حطيت جنبه مسترجع بالتاريخ حتى يتوضح أكثر تنسيق كمان كتنسيق هلا ما دخل إني أنا أحط مراجع إلكترونية وبعد كتب برتبهم للمراجع إبجدية مو هيك؟ إيه هلا شوف رأيك شو دكتور وحيد وقت سألنا عن المراجع إنه نحط إحنا مراجع إلكترونية لحال كنا بكل حلقات بحث السابقة نحط مراجع عربية والأجنبية والإلكترونية كل واحدة لحال الدكتور وحيد قال لا المراجع تدرج كلها ضمن المراجع العربية والأجنبية حتى وقت بتكون إلكترونية إنه أخذين أنتم مواقع وثائق PDF رسائل كذا كلها إذا كانت عربية تدرج ضمن العربية وإذا كانت أجنبية تدرج ضمن الأجنبية فبرأيي إنهم يسألوا مشرف شو حاجة مشرف أو كذا يسأل الدكتور حابب أنت تحط المراجع الإلكترونية لحال أو خلاص العربي ما عربي هلا دكتورة خلود بتذكر كمان إنه قالت إنه لا الكل مع بعض مرتب أول شيء العربية وبعدين الأجنبية طبعا العربية بعدين الأجنبية طيب هلا رح نفتح مجال بعد يوم تفضل تفضل يعني. أنا يوم سألت قال عن مجموعة إنه التوثيق بالمتن انا عم لاحظ مثلا عم بفتح معلش التوثيق بالمتن لاحظت انه مرات بيحطوا صفحه ومرات لا ما بيحطوا بيحطوا مثلا بس الكيمياء وعام هلا الصفحه وقت بيكون انت اخذي اقتباس حرفي اخذتي مثل ما هو هذا الاقتباس الحرفي حتى انا اعرفه كقارئه انه هذا اقتباس حرفي بتحطيه ضمن علامتين تنصيص وبعدها بتذكري انه مثلا انت اخذتي على فراغ كنيه الكاتب كان احمد فاصلي مثلا 2014 فاصلي او حسب التوثيق يعني صاد نقطه 76 بتسكري البوست في بس نقطه خلينا اذكر اياها الموضوع التوثيق انا ما بصير حط التعريف وبحط نقطه تمام حطيت التعريف بين قوسين علامتين التنصيص بعدين نقطة بعدين وثقت لا نقطة هي بتكون آخر شيء التوثيق مباشرة بيجي بعد علامة التنصيص أو من غير علامة التنصيص على حسب إذا كان الاقتباس حرفي أو غير حرفي بعدين النقطة هي النقطة بركز عليها كيف تتعرف مثلا بس وانا النقطة هلا أنا قلت كين هلا على فرض أنت ذكرت التعريف لا ما فيني هلا هذا موضوع فاصل ونقطة وصاد هذا بترجع انت للتوثيق وتشوفي انت شو اللي بدك تعتمدي بدك تعتمدي الثالث ولا بدك تعتمدي السابق بس انا في نقطة عم اقول لك اياها او ملاحظة انه على فرض انت ذكرت تعريف ايه ذكرت تعريف او ذكرت اي شيء واخذي هذا الاقتباس حرفي مثل ما هو بالضبط اخذتي نسخ لصق هذا اللي اخذتي نسخ لصق حطيتي بين قوسين هلا احنا عادة اذا بعد ما منتهي من القول اي قول سواء كان حرفي اقتباس حرفي او غير حرفي شو بعمل نهاية الجملة شو بيكون عندي نقطة تمام هاي النقطة ما بحطها بحط التوثيق انه انا من وين اخذته مثلا احمد فاصلي 1976 فاصلي صاد 74 سكرت القوس وبالاخير بتجي النقطة. فهمت كيف؟ تمام. لا والله انا بحط نقطة وبعدين بحط التوثيق. لا ما بمشي الحال. ما بمشي الحال. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكم يا رب. اهلا وسهلا.
في شيء لسه تاني بدنا نحكي عنه أنسة زهرة؟ طبعا هي هلا بالنسبة لها هي النقطة بتبع بكل شيء؟ اي طبعا طبعا. ولا بس التعاريف؟ لا 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 لكل شيء طبعا، سواء كان اقتباس حرفي او غير حرفي، دائما التوثيق بيكون قبل النقطة، بالاخير بنحط نقطة انتهت الفقرة، انتهت الجملة، لا احيانا بيكون مثلا تعدادات او نقاط، مثلا باخر نقطة بيكون في نقطة كمان بتحط قبلها. ايه طبعا بتحط قبل النقطة. تمام. طيب بالنسبة لي أنا أكثر شيء بعاني منه هو توثيق المتن، يعني كثير بحس حالي مستصعب فيه. كمان في عندي مواقع إلكترونية، أنا كيف بوثقها؟ بحط الكنية بعدين، لا بحط أول شيء العنوان. شوفي أنسي، بس عفوا منك، هذا الموضوع بالذات هلا الأنسة زهرة مثل ما قلنا رح تحط الرابط اللي فيه الملفات اللي بتقول لك كيف توثقي. بهي الملفات عندك الإصدار السادس والسابع مفصلين لك كل شيء بالضبط، كيف توثقي الموقع الإلكتروني سواء كان داخل البحث أو خارج البحث بالمصادر والمراجع. ما فيني أعطيك، ما فيني أقول لك هلا شيء، لأنه ما بقول لك برجع الأمر بيختلف من إصدار لإصدار، بعتمد أنت إصدار ومشي عليه. تتعذبي شوي بالبداية بس بترتاحي أنت بعدين. تمام شكرا. أهلا وسهلا يا هلا. حدا بحب يسأل؟ شكرا أنسة زهرة. الحلقات البحث هن لإلك أنسة زهرة بهذا الرابط. أنسة زهرة سمعينا صوتي؟ أي مدى أنا بحكي وعادة عم بحكي أحكي وبسكر المايك. عم أقول إنه أنا الاجتماع خلص أول شيء. فإذا بتحبي تروحي إنه كان أنا استشاركوا الرابط وبعد. الشغلة الثانية حلقات البحث من حلقات أنا يعني هن الأخطاء في أي حدا، يعني حضر الجلسة الأولى وهي الجلسة الثانية في لحال طالع الأخطاء ويحسن ويساوي شغلة. أنا يعني فينا نكون مرجع يعني. الله يسلمك، أول شيء شكرا كثير أنسة زهرة على هي المبادرة، الله يعطيك ألف عافية، شكرا يا مروة عزمناك اليوم معنا، والله يسلمك يا رب ويعطيك أنت كمان ألف عافية ويزيدكم علم وفهم. وبرجع بتشكرك زهرة مرة ثانية على المبادرة الظريفة، وإن شاء الله نكون قدرنا نفيدكم قدر الإمكان. هذا أهم شيء. بالتوفيق للجميع. آمين يا رب. حدا بحب يسأل؟ على ما يبدو إنه ما في سؤال. لا جاء حبا. لا 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 تستحوا. تسلم يا مروة، تسلم كلك زوج. طيب الله يعطيكم العافية، بتشكر حضوركم، بتشكرك زهراء، بتشكرك مروة عزمناك اليوم معنا، وألف شكر كمان للأنسي نور اللي حضرت، الأستاذ صالح، والله يعطيكم ألف عافية، بالتوفيق للجميع. سلامات. سلامات.